نحن جميعا على معرفة به، فهو يستخدم في أمور كثيرة ويجعل حياتنا أحلى. إنه السكر الأبيض. إنتاج السكر من البنجر هي عملية طويلة ومعقدة، تبدأ قبل فترة طويلة من معالجة البنجر في مصانع السكر. كل خطوة في هذا الطريق هي خطوة هامة من أجل تحقيق أفضل النتائج. إن مزارع البنجر يلعب دوراً هاماً في هذه العملية من خلال الاستفادة من المعرفة والخبرة المكتسبة من أجيال عديدة من زراعة البنجر. لكن القصة تبدأ بالفعل مع إنتاج متطور تقنياً لبذور صغيرة من بنجر السكر تتمتع بميزات وجودة ضرورية لصناعة السكر. إننا نولي اهتماماً خاصاً من أجل تحقيق أفضل جودة لبذور البنجر. إن المربين والفنيين وتقنيي إنتاج البذور وعاملي الإنتاج يعملون معاً كفريق واحد ليتسنى لنا تحقيق أفضل جودة للبذور في جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من الزراعة وتكاثر البذور في جنوب أوروبا حتى معالجة البذور في مصانعنا. تقع منشآتنا الزراعية ومصنعنا في جزيرة لولند وسط مناطق ريفية جذابة تحيط بها في الجزء الجنوبي الشرقي من الدنمارك. نزرع سنوياً بذور جديدة باستخدام الآلاف من الخيام والأكواخ المعزولة، حيث تزرع خطوط من الأب الداخل في تكوين الصنف، وهي النباتات التي يتم اختيارها خصيصاً من قبل المربين وتتمتع بالميزات المرغوبة للأجيال القادمة من بذور بنجر السكر. إن أهم المقاييس التي نوليها اهتماماً عند اختيار محصول السكر هي مدى مقاومة الأمراض وانخفاض كتل التربة الفارغة ومقاومة الإزهار المبكر. إن جميع أصناف بنجر السكر هي أصناف مهجنة، مما يعني أن البذور التي تجمع من قبل المزارع كان قد تم حصادها من حبوب لقاح نباتات الأم العقيمة التي تم إخصابها من نباتات الأب المنتج لحبوب اللقاح. نعمل دوماً على التركيز على تنمية وتطوير نباتات البذور الأم، لأن هذا له الأثر الكبير على جودة البذور التي تحصد منه. إن التركيبة الجينية وصحة نبات البذور لهما أهمية قصوى لتطوير بذور بنجر السكر، سواء كان ذلك في شكل وحجم ووزن أو في حيوية البذور. ولهذا فإننا نفحص دوماً بذور المحصول وحيوية البذور، وكذلك كل من حجم وانتظام النضج لديها. يتم بدقة تسجيل جميع العوامل التي تؤثر على جودة البذور، ذلك أن النتيجة الإجمالية تحدد ما إذا كان سيتم اختيار نبات الأم لإنتاج الأجيال القادمة من أصناف بنجر السكر. يتم اختبار البذور التي تم الحصول عليها من التهجين الجديد في حقول اختبارية، وتتم مقارنة النتائج مع الأصناف التجارية الموجودة، ويتم كذلك رصد وتسجيل النمو الميداني للنباتات الجديدة. بعد حصاد الجذور يتم قياس فراغ التربة ومن ثم غسل الجذور، وعقب ذلك تسجل ملاحظات حول شكل وحجم الجذور والوزن الصافي لها. وفي النهاية نقوم بإجراء تحليل مختبري لمحتوى السكر وجودة العصير. بعد اختبارات لبضعة الآلاف من التهجينات لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً، نحتفظ عقب ذلك فقط بأفضل التهجينات، ثم يتم عندها اختبار هذه التهجينات في حقول عدد من البلدان، وأخيرا فإن الأفضل منها يكون جاهز للتكاثر والإنتاج على نطاق واسع. نقوم بمكاثرة البذور الأحادية المثل في جنوب غرب فرنسا أو في وادي بو بالقرب من بولونيا في شمال إيطاليا. إن المناخ المعتدل والتربة الخصبة يوفرا أفضل الظروف لحصاد أفضل نوعية من البذور. إن زراعة بنجر السكر يختلف عن زراعة أي من المحاصيل الزراعية الأخرى ويستغرق حوالي 12 شهراً. يتم زرع البذرة الأساسية في أغسطس وتتطور إلى شتلات، وبحلول شهر فبراير تكون هذه البذرة جاهزة للزراعة في الحقول. هنا يسمح لها بالإزهار المبكر وتبدأ بالإزهار في أواخر مايو. يتواصل الإزهار حتى منتصف يونيو، وخلال الشهر التالي فإن البذور تتطور وتنمو. يتفقد الفنيون ذوي الخبرة الميدانية أسبوعياً كافة الحقول،
لتقديم المشورة للمزارعين بشأن كافة مراحل رعاية محصول البذور. جهودنا لإنتاج أجود نوعية ممكنة من البذور تبدأ بزرع البذرة الأساسية. من المهم أن يكون الحجم لمنطقة الشتلات بين 3 و5 سنتيمتر للقطر عندما تزرع فيها الحقول. وهنا في إيطاليا نقوم بالزراعة في بداية فبراير. إن الزراعة في وقت مبكر يضمن إزهار منتظم ونضوج منتظم للبذور فيما بعد، وهو أمر في غاية الأهمية لضمان جودة البذور. في إيطاليا نقوم بالحصاد في النصف الثاني من يوليو. بعد شهر واحد تقريبا من الإزهار تكون البذور ناضجة تقريبا، ولدينا تقنيات جديدة تسمح لنا بقياس نضوج البذور من أجل اختيار الوقت المناسب للقطع. بعد حوالي 4 أيام من القطع تكون البذور ناضجة وجاهزة للحصاد. إن اختيار الوقت المناسب للحصاد هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لجودة البذور. إن الحصاد المبكر سيؤدي لنتيجة أقل جودة وأبطأ لنمو النبتة، وكذلك الحال فإن الحصاد المتأخر يعمل على خفض المحصول بسبب ظرف البذور. يتم سنوياً بعد الحصاد نقل آلاف الأطنان من البذور إلى مصنعنا في الدنمارك، وتتحول البذور هنا إلى الحبيبات المألوفة ذات الميزات والجودة الخاصة، ولكننا نقوم في البداية بتحليل كل محصول بعناية فائقة. لإنتاج بذور جيدة يجب جمع معلومات عن كل محصول، لأن جودة البذور قد تختلف من غلة إلى غلة، وعليه نقوم بتحليلات إضافية لضمان المعاملة الصحيحة لكل محصول. عندما نتعرف على نوعية كل محصول بالإمكان فيما بعد البدء بالتنظيف، التلميع والمعالجة. وهنا فإن التلميع يزيل كل من فائض الفلين من السطح الخارجي للبذرة وكذلك المواد التي تحد من نموها. السر هنا هو إزالة أكبر كمية من الفلين دون إلحاق الضرر بالبذور، وهي عملية حساسة جداً لأن النتيجة الجيدة تعتمد على مهارة وخبرة الفنيين ومعرفتهم بالمواد الخام. في قسم التلميع نزيل الفلين الزائد ويترك لنا هذا البذور المنتظمة جداً، مما يسهل المعالجة وبالتالي إنتاج بذور عالية الجودة. بعدها نلجأ لأساليب مختلفة لمعايرة البذور، ونختار البذور الأكثر نضجاً والأفضل صحياً، ونتخلص من الغير الناضجة أو الفارغة أو التالفة. عندما تنتهي المعايرة يتم تكوير البذور، مما يجعلها مستديرة ومنتظمة أكثر، بحيث تصبح في الحجم والشكل المناسبين لاحتوائها في ماكينة البذور الزراعية. هناك ما هو أكثر من مجرد التكوير مما تستطيع العين المجردة أن تراه، ذلك أننا نقوم بإجراء عملية تكوير مبتكرة تحول البذرة إلى حبيبة متعددة الطبقات ومتقدمة من الناحية التقنية وذات ميزات فريدة. هذا النوع الجديد من الحبيبات يتألف من عدة طبقات، لكل منها وظيفة مختلفة. الطبقة الخارجية تضمن حصول وحفاظ البذرة على الكمية المطلوبة من الماء بعد زرعها، مما يؤدي بالتالي لبدء عملية الإنبات. أما الطبقة الخارجية فتضمن إيصال الماء إلى الحبيبة بمعدلها المناسب. وبعبارة أخرى فإن الحبيبة متعددة الطبقات تضمن أفضل إنبات في المناخ الجاف والرطب على حد سواء. بعد عملية التكوير نقوم بإضافة منتجات وقاية نباتية للحبيبة ومن ثم تغليفها بطبقة خضراء واقية. من ميزات لون مريب الأخضر أنه يسهل للمزارع تحديد موقع البذور في التربة والتحقق من عمقها. ونتحقق بشكل دائم من توزيع متساو للكمية الصحيحة من منتجات وقاية النبات على الباليتا الواحدة. إن الجرعة المنخفضة لن توفر وقاية كافية من الأمراض، في حين فإن الجرعة الزائدة عن حدها قد تبطئ من سرعة الإنبات. يتم فحص جودة البذور بعدة طرق أثناء كامل مسيرة الإنبات. نقوم بفحص إمكانية وقوة الإنبات بعد كل خطوة، ونجري سلسلة من اختبارات الجودة مثل فحص مقاومة الترباس وحجم وقوة واستدارة الحبيبة ومحتوى الرطوبة في البذور.
وفي نهاية المطاف ينجح فقط ما بين 10-20% من البذور المحصودة في تجاوز فحوصاتنا المختبرية الدقيقة لتصل فيما بعد إلى المزارع. وأخيرا فإن السلطات الدنماركية تصادق فقط على البذور وفقا لمعايير الجودة العالمية، وفي نهاية العملية سيكون بالإمكان تعبئة البذور وإرسالها إلى عملائنا. إن البحوثات والتطوير أمران في غاية الأهمية، فالعلماء وفرق التطوير لدينا يعملون بشكل متواصل على استحداث سبل جديدة لتحسين ميزات وجودة البذور في شتى مراحل عملية الإنتاج. وعلى ضوء الاستناد على خبرتنا الطويلة في إنتاج البذور ومعرفتنا للعوامل المؤثرة على نوعية البذور، فقد أطلقنا مؤخرا مفهوم جديد تحت اسم ماريبو سيد بلس. إن سيد بلس يجمع بين طرقنا الجديدة لتحسين الجودة أثناء عملية التكاثر، الاختبار والمعالجة. إن النتيجة النهائية هي بذور قوية وذو جودة عالية، مما يوفر للمحصول الاستفادة من إنبات سريع وموثوق ومنتظم جدا. وهنا فإننا نجري عدد من الاختبارات قبل عرض مثل هذا التحسين للبذور في السوق. نقف هنا في حقل الاختبارات الميدانية، ويصمم كل اختبار ليعكس مساعينا في المختبرات والدفيئات الزراعية خلال العام. وكلما طورنا طريقة جديدة للتكوير أو التغليف أو معالجة البذور، يتم اختبار ذلك بدقة في حقل الاختبارات الميدانية، ذلك أنه الاختبار الذي يحدد المنفعة النهائية العائدة على المزارع. وبعد نجاح بذور بنجر السكر بجميع اختبارات الجودة، فإنها بالتالي تكون جاهزة ليتم زراعتها من قبل المزارعين في شتى أرجاء المعمورة. ومما لا مفر منه هو أن تحمل أصناف البذور المزروعة في اسكندنافيا في الشمال خصائص تختلف عن تلك البذور المزروعة في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط. وعليه فلدينا أكثر من 100 صنف بنجر ماريبو للسكر تم تطويرها لملائمة المناخات وظروف النمو المحلية المختلفة. عندما يوشك بدء موسم حصاد البذور في شمال إفريقيا، فإن المزارعين في معظم البلدان الأوروبية يكونون على وشك البدء في زراعة البذور. في هذا المناخ فإن حصاد البنجر هو عمل بدني شاق، إضافة إلى أن هذا يعتمد بشكل كبير على الري ونقل المياه إلى الحقول من الأنهار وخزانات المياه في السدود أو الآبار. وحالما ينتهي الفريق الأول من العمال من تفكيك البنجر، يقوم فريق آخر بجمع البنجر وتكديسه. وأخيراً يتم تحميل البنجر في شاحنات أو عربات للنقل إلى مصنع السكر. وفي شمال الكرة الأرضية فإن الحصاد هو أيضاً الخطوة الأخيرة في نقل البنجر من المحاصيل الزراعية إلى مصانع المعالجة. وهنا فإننا نقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع قطاع صناعة السكر ليتكون لدينا معرفة وفهم تام لاحتياجات هذا القطاع. في الحقيقة فقد تم تأسيس الشركة عام 1920 على أيدي قطاع مصانع السكر الدنماركية لضمان إمداداتها من البذور وكذلك لتحسين غلة السكر. ومنذ ذلك الحين قمنا بتطوير تشكيلة منوعة من بنجر السكر تحت اسم ماريبو. لدينا كل أنواع البنجر المتعدد والأحادي المثل وكذلك أنواع خاصة لإنتاج البيو إيثانول. وعلاوة على هذا قمنا بتطوير تشكيلة جديدة من بنجر العلف وبازلاء البروتين. إننا شركة عالمية، لدينا شبكة من الشركات الفرعية ومكاتب المبيعات والموزعين ووكلاء في حوالي 40 دولة.
وهذه الشبكة الواسعة توفر لنا إمكانية فهم وتلبية احتياجات مزارعي البنجر ومنتجي السكر في جميع أرجاء المعمورة. إن عملنا الرائد في إنتاج البنجر النظيف يشكل أفضل الأمثلة على التعاون الوثيق بيننا وبين مصانع السكر. من الضروري عدم التصاق التربة بالبنجر الذي يصل إلى المصنع، لأن هذا يسيء لكفاءة المصنع. لقد غسل هذا البنجر ولكن ما زالت التربة عالقة عليه، وهو السبب في أننا نتعامل مع بنجر الجذور ذات الأخدود المنخفض، ويمكن هنا غسل وتنظيف هذه الأنواع كي لا تتواجد التربة في المصنع أو في لب البذور التي تباع كمنتج ثانوي لتغذية الحيوانات. وفي نهاية الحزام الناقل يدخل البنجر النظيف إلى المصنع ليتم تقطيعه لشرائح، ومن ثم يعرض للغلي والمعالجة، وهنا يتحول إلى سكر أبيض الذي يجعل حياتنا أحلى في كل يوم.